ولتسليط الضوء على ملف صراع شركاء العملية السياسية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي بهاء خليل. أهلا بك معنا أستاذ بهاء. حياكم الله أستاذ بهاء. يعني بداية، بعد إعلانه عن عدم عودته للسياسة أو اشتراكه بانتخابات يشارك فيها فاسدون، على ماذا يعول فعلا مقتدى الصدر في المرحلة المقبلة؟ ألم يكن شريكا رئيسا في العملية السياسية وكل حكوماتها بطبيعة الحال منذ عام 2003؟ بديهي أن نسمع هذه الاتهامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين. مع كل فشل يحصل داخل العملية السياسية، كل طرف يتهم الطرف الآخر بالتسبب في يعني المشاكل والفساد والفشل الذريع الذي يرافق كل عملية سياسية منذ 2003 ولحد الآن. الجميع يعلم بأنه هنالك كثير من العوامل التي قد يعول عليها مقتدى الصدر حاليا. أولها قاعدة الجماهيرية، بإمكان مقتدى الصدر أن يحرك الشارع ويثير مشاكل كبيرة للفرقاء السياسيين أو بالعملية السياسية برمتها، لاستغلال الوضع الحالي المتعزل في العراق على صعيد الخدمات وعلى صعيد الحالة الأمنية وغيرها. كل هذا ممكن أن يتم استغلاله من قبل التيار الصدري، ويستطيع أن يحرك الشارع لإسقاط أي حكومة بإمكانه أن يشكلها الإطار التنسيقي. نعم، يعني بعد مطالبات هذه العامري لها بالتدخل لإنقاذ الموقف، مرجعية النجف تحذر من ما سمته الفتنة المؤكدة. هل هناك مخاوف فعلا من انزلاق الصراع إلى اقتتال مسلح بين هذه الميليشيات؟ هو المتوقع أنه يعني ممكن أن يصاب البلد باقتتال مسلح بين الفصائل، لأنه جميع هذه الميليشيات تمتلك السلاح وتمتلك القدرة على إنشاء حرب أهلية أو اقتتال شيعي شيعي إن صح التعبير. لكن أنا دائما أقول بأن هنالك خطوط حمراء وضعت أمام هؤلاء عليهم ألا يتخطوها، ومنها هي الاقتتال الداخلي. هنالك قوة تسيطر على هذه الميليشيات، قوة خارجية تسيطر على هذه الميليشيات، خصوصا الإطار التنسيقي. لا يمكن لإيران أن تسمح أن يحصل حاليا اقتتال شيعي شيعي وتفقد سيطرتها بشكل كامل على العراق كما حصل في سوريا مثلا. الوضع ممكن ان تكون هنالك عمليه سياسيه جديده برعايه الامم المتحده، قد يكون هنالك تدخل دولي ايضا باعاده العراق الى البند السابع، لكن كثير من الامور موجوده انه تسبق الخطوه الاخيره امام هذه الفصائل او هذه الميليشيات، ولا وهي الاقتتال الداخلي. هناك اكثر من طرف ممكن ان يتدخل لمنع هذا الاقتدار الطائفي. لكن يعني بخصوص ايران، هل لا زالت ايران يعني تملك زمام المبادره وتملك فعلا امر هذه الميليشيات بعد اغتيال قاسم سليماني؟ من الواضح بانه قائد فيلق القدس الحالي اسماعيل قاني لم يتمكن من اخذ دور قاسم سليماني، وبالتالي هذه الميليشيات تمكنت من كسر الطوق التي كانت تفرضه إيران عليها وتقوتها إلى حيث تشاء. لذلك أصبح لديها قرارها اللي تتخذه بنفسها، وأصبحت لديها سياسات بعيدة عن السياسات الإيرانية، لأن هذه الميليشيات أصبح لديها مراكز قوة داخل العراق لا يمكن أن تبقى تتحرك بأوامر إيرانية. الدور الإيراني الآن يقتصر حاليا على محاولة رأب الصدى بينهم وبين التيار الصدري، او بينهم وبين القوى الشيعيه الاخرى. الخلاف ليس فقط مع التيار الصدري، لكن هو بين بانه الخلاف مع التيار الصدري باعتباره حصل على اكبر مقاعد البرلمان، لكن هو لديه خلافات كثيره، مثلا امتداد لن تذهب مع الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومه. وبالتالي موضوع انه هل سينجح الاطار التنسيقي في تشكيل حكومه بعيدا عن التيار الصدري، انا لا اشك في ذلك، لانه لحد الان جميع المؤشرات تدل على انه تحالف انقاذ الوطن ما زال متماسكا، واسحاب الصدر وسرعه قبول الاستقاله من رئيس البرلمان بهذه الطريقه، والتصريحات التي صدرت من الديمقراطي الكردستاني بعد انسحاب التيار الصدري، والتهديدات اللي اطلقتها الميليشيات حول كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، كل هذا يؤكد بان هنالك مشكله ستحدث إن حاول الإطار التنسيقي تشكيل حكومة
قوة بعيدة عن الصدر، أو أنه سيفشل نهائيا، لأنه كانت دائما هي معضلة الصدر أن يحصل على كلتي المقاعد بتمرير رئيس الجمهورية وبالتالي تكليف رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر اللي هي تحالف إنقاذ الوطن. لكن الآن الموضوع اختلف، الآن الإطار التنسيقي عليه أن يقنع الثلث اللي سيصبح معطل اللي هو كتلة السيادة بعزم وتقدم، يجب أن يقنع الديمقراطي، ويجب أن يقنع امتداد، ويجب أن يقنع المستقلية حتى يقدر أن يشكل أكثرية ويشكل ويجمع ثلثين البرلمان حتى يمرر منصب رئيس الجمهورية. يعني نفس العقدة اللي وضعتها المحكمة الاتحادية أمام الصدر هي نفسها التي سيعاني منها الإطار التنسيقي في تشكيل حكومته القادمة، وهذا شيء مستمر. في حال فعلا لجأ الصدر إلى الشارع، ما هي يعني النتائج المتوقعة من هذا اللجوء؟ خيارات الشارع اللي يحاول سيد مقتدى الصدر التهديد بها، الشارع منقسم، الكثير من ثوار تشرين يرون أن التيار الصدري مشترك بالفساد من 2003 ولحد الآن، ولذلك يرون أن مشاركة التيار الصدري في الاحتجاجات مع ضد الإطار التنسيقي أو ضد العملية السياسية برمتها أو حتى ضد الفساد يرونه يعني شيء غير مقبول، لذلك هنالك انقسام داخل الشارع خصوصا. هل يعني ادعاء مقتدى الصدر انه لن يشترك بحكومه يشترك فيها فاسدون، هل هي لربما يعني لعب على هذا الوتر من اجل اجتذاب الشارع؟ بالتاكيد لا، لانه الشارع العراقي الان اكثر وعيا ويعلم جيدا اسباب الفشل من 2003 ولحد الان، ويعلم جيدا كل مكون، حتى ثورة تشرين عندما قامت كان للتيار الصدري 54 مقعد داخل البرلمان وكانت قوة مؤثرة. أساسا حكومة عادل عبد المهدي تشكلت من تحالف تيار الصدر وكتلة الفتح بقيادة عادل عامر، يعني أساسا حكومة عادل عبد المهدي اللي كانت سبب في خروج ثوار تشرين اللي اتهمت بالفساد واتهمت بكل ما اتهمت به في تلك الفترة، أساسا هو كان التيار الصدري شريكا فيها وكان هو الكتلة الأكبر التي شكلتها، وحتى عادل عبد المهدي هو كان جاء بموافقة بين كتلة الفتح وبين التيار الصدر. نعم. فبهذه الأساليب لن يستطيع مقتدى الصدر أن يجذب الشارع التشريني نحوه لسبب جدا بسيط، بأنه هو معتبر يعتبره تشرينيين أو قسم كبير من عندهم هو متسبب بجزء كبير من الفشل السياسي اللي حصل من 2003 وحتى. نعم، نأتي إلى الدور الأمريكي، لربما يعني أمريكا صاحبة الدور الأكبر، أين تقف من كل ما يحدث في العراق؟ ماذا عنها؟ ما هو موقفها من المشهد السياسي في العراق؟ الموقف الأمريكي اللي احنا سمعناه، هي قالت بأن نحن سنقف وسندعم أي حكومة تحافظ على سيادة العراق وتحترم رغبات الشعب. هذا التفسير أو هذا الموقف يفسر بطريقتين. جاء تصريح بعد انسحاب مقتدى الصدر او بعد استقاله النواب التيار الصدري، لذلك البعض فهم التصريح هذا على انه اي حكومه ستشكل سندعم، والبعض الاخر فهم بانه السياده العراقيه اللي هي قاب قوسين او ادنى من التلاشي في ظل وجود الاطار التنسيقي والميليشيات المسلحه معناه بانه الحكومه الامريكيه لن تدعم الحكومه القادمه، لذلك هو اكو صار لبس بالموضوع. الإدارة الأمريكية أمامها الآن تحدي كبير، هذا التحدي يكمن في إيران. تحاول الإدارة الأمريكية خلق تحالف دولي خلينا نسميه شرق أوسطي لمواجهة إيران، وبالتالي يعني يهمها كثيرا أن يكون العراق ذا وضع مستقر، يهمها كثيرا أن تكون الحكومة العراقية اللي موجودة تساند المشروع الذي تحاول أن تفعله مع السعودية والكويت والإمارات و الأردن ومصر وحتى الجزائر. هذا المشروع اللي تحاول أمريكا الآن أن تفرض على العراق، لكن بوجود لا حكومة في العراق وبهذا الوضع أعتقد أنه من الصعب أن يتم اعتبار العراق واحد من هذه الدول. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.